شوف شلون تسوين حواجبك؟ يلا هذا يمكن ثالث فيديو اسويه عن حواجبي، بس كل مره قاعد اتغير الروتين، كل مره قاعد الاقي الحواجب اللي تعجبني اكثر. ف يلا اراويكم شلون الحين قاعد اسوي حواجبي. طبعا انا احب استخدم صابونه بيرز، جربت وايد اشياء، كل شيء بتكتبينه جربته وانا ما نفع لي، لان حواجبي جدا خفيفه وشعراتها جدا ناعمه. اوكي لا تذبحوني على هالشيء، بس شفت واحده في تيك توك تسوي وجربته وما طايح حواجبي، بس اخذ هير سبراي وارشه على الصابونه واستخدم فرشه انستازيا. كل اللي اسويه ان انا امررها على الصابونه، بعدها امشط عكس واحاول اغطي كل الشعر بالصابونه، بعدها مجرد ان انا امشط على فوق بهالشكل وانا ضاغطه، وارفعهم واروح على جنب بهالشكل، ارفعهم واروح على جنب، بعدها بس اضغط عليهم. طبعا هالخطوه يفضل دائما تسوينها قبل لا تسوين اي فاونديشن او اي شيء في وجهك. بعدها استخدم هذه القلم من NYX اسمه ليفت اند سناتش، الدرجه هي اسبريسو، وابتدي ارسم شعرات باتجاه الشعر، تكون يدي خفيفه وما اضغط وايد على القلم. بعدها اخذ كونسيلر وابتدي انظف تحت الحاجب. عن هالخطوه لازم قبل الشادو عشان تقدرين تدمجين بكل سهوله. على فكره الميك اب كنت مسويه تحدي، روحوا جوه الفيديو اذا ما شفتوه. وبكذي قاعده اسوي حواجبي هذه الفتره، نقلتهم من هالشكل الى هالشكل. ايش رايكم؟